السلام عليكم، معكم اخوكم سامي فرج من قناه سامي اف. اليوم بشرح فيديو، وانا شرحت من قبل كيف تعمل بصوره مبسطه كيف تعمل افكتات حق الاصوات. هالمره بنشرح فيديو خاص حق الافكتات. طبعا مثل ما تشوفون هذا صوت العود على الاي 5000، جاف نهائيا، وهذا صوت الكمان. كيف نعمل الافكتات؟ الافكتات تروح على الميكسر ايكولايزر، تطلع لك الصفحة هاي، لازم تكون في البانل. شوف البانل هني، لازم البانل. ليش؟ لأن الرايت 1 موجود هني والرايت 2، وعندك على اليسار هني الكلمات هاي فلتر والاي كيو اللي هي ايكولايزر، وعندك الافكت والكورس والريفيب والبان فوليوم. نحن اليوم نتكلم عن الافكت، تختار الافكت. عندك هني رايت 1 ورايت 2. تعال تحت هني، انت الحين في الرايت 1 مختار انا اي صوت. كيف تختار الصوت؟ تدق على صورة الصوت نفسه عشان تفتح معاك الاصوات، وتقدر تختار عن طريق الـ هني تبى بيانو، جيتار، تبى بيز، سينثسايزر، بهاي الطريقة. زين، نرجع مرة ثانية عند الوتريات اللي هو الكمان هذا وتريات. كيف تعمل افكت؟ بعد ما تختار الصوت تدق على اكزت، تطلع ترجع الصفحة هاي. لاحظ تحت هني عندك كلمة assign part setting، هذه مهمة جدا عشان تعمل الافكت للاصوات ديلي والاشياء اللي تتباها. تضغط عليها تطلع لك الصفحة هاي assign part. لاحظ معاي كلهم اوف هني، كلهم اوف. انت ما تباهني مثلا هذا الرايت 1 نازل تحت، انت تبغي الرايت 1 في، خلينا نسوي له اوف. لاحظ معاي تي عند كلمة اللي هي انستريشن افكت مكتوب اوف، تضغط عليها شوف تفتح معاك. تبغي تعمل الافكت حق رايت 1، رايت 2، صوت رايت 3، الليفت، الشانل مال الاغاني، شانل سونج 1، سونج 2، سونج 3، وعندك ليه ثلاث صفحات ليل التراك رقم 16. يعني حتى الاغنيه كل تراك تقدر تعمل لها افكت. نرجع مره ثانيه نختار هني احنا رايت 1، تختار رايت 1، دك كلوز. شوف استوى رايت 1 الحين على الديلي، تطلع بعد كلوز، هذا رايت 1 عندك. شوف اشتغل رايت 2 بعد، انا ما شغلته رايت 1 الحين. اسمع ديلي كيف تغير الافكتات في الصوت. شفت كلمه الديلي هاي هني فوق؟ تضغط عليها يفتح لك صفحه كل الافكتات اللي موجوده، اللي على اليسار اللي هي الخدمه الرئيسيه، واللي على اليمين هي خدمات الخدمة الرئيسية. عرف كيف؟ يعني الديلي الحين محطوط على الديلي. لاحظ تبغى تختار غير عن الديلي، شوف طلع لك الصفحة هاي. عندك الريفب يتكون من صفحتين، شوف هاي الخدمة الرئيسية وهاي الفرعية. شوف عندك الديلي يتكون من ثلاث صفحات، شوف 1 2 3. عندك اللي هي الديستريشن يتكون بعد من 7 صفحات الديستريشن. شوف طبعا في ناس تحب تغير بهاي الاشياء. عندك الايكولايزر واند الكومب عندك صفحتين، والميدلوشن عندك 6 صفحات هالميدلوشن، والميوزك عندك، وكذا وكذا وكذا. نرجع حق الديلي، انا ابغى اسوي ديلي الحين. الديلي هذا رقم 1، اسمع هذا رقم 2، اسمع رقم 3 الرايت، الايكو، وهكذا وهكذا وهكذا. انزين انا الحين اخترت الديلي مثلا رقم 1، كيف اتحكم في الدرجه؟ كيف ادش في هاي الخدمه واتحكم فيها زياده؟ انت اخترت الحين هني ديلي ال سي رايت 1، عقب تطلع كلوز، تطلع لك الصفحه هاي. تقدر من هني كذلك تتحكم في الخدمه هاي. مثلا عندك هاي اشياء تضغط عليها، شوف تتحكم هني من تحت، شوف تقدر تتحكم فيها، شوف. وتقدر بعد بايدك، شوف يختلف، تفر يمين يسار يفتر معك، وتقدر عن طريق الرول. انزين هاي شغلات انت تقدر تتحكم فيها في الافكت اللي انت مختارنه. غير عن كذي بعد تطلع من هني، تطلع على الصفحة هاي الرئيسية، تضغط هني على اللي تحت الديلي، شوف ضغطه
شوف تتحكم في درجة الديلي. شوف من عندك من الواحد ليل 127. احنا شوف بحط على 127. شوف وتقدر تنقص على الخدمة. تبغي تغير الخدمة هاي الديلي نفس الشيء تضغط على الديلي فوق وتروح عند الديلي تختار مثلا أبغي ديلي اللي هو يسمون الإيكو. بختار الإيكو وتحكم في الطبقة في الدرجة من برا. تعمل كلوز وبعد كلوز وتيجي هنا على 40. سمعت؟ شوف عندك الحين تروح مثلا بختار خدمة ثانية غير عن الديلي اللي هي الفرعية. باي عند مثلا الديستريشن. الحين نشوف الصوت بيتغير معك. هاي كلها شغلات. شوف هني شوف وهكذا وهكذا. كل خدمة تختارها وكذا. بعد ما تختار الخدمة هاي وتسوي كل شيء تروح تسيف هني في الريجستريشن. معروف الريجستريشن موميري. تضغط على موميري زايد رقم واحد. عرفتوا؟ زين. الخطوة الثانية الحين تبغي تمزج صوتين. تبغي تمزج مثلا اللي هو الكمان مع مثلا رايت اثنين. بصير رايت اثنين اختاره نفس الشيء. اديش اني اختار الصوت. بختار مثلا ستيل جيتار. استوى معاك الحين كمان مع جيتار. انزين ارجع افعل الافكت حق اللي هو رايت اثنين. نفس الطريقة تهني في الاسسن بايرت اثنين. تي عند الاستركشن افكت تو وتختار هني رايت اثنين. كلوز. بعد تطلع شوف استوى حين على الديلي. شوف شوف تبغي تختار الصوت بروحه تختاره من غير ما يكون سترينج. تبغي تضبط الجيتار بروحه تلغي هني من الرايت ون تلغي الصوت. الحين ونفس الطريقة تختار الافكت اللي تبغاه. انزين الحين بختار انا هني مثلا ديلي. مثلا بحط كروس تيمبو كروس. عقب اروح اشغل رايت ون اللي هو السترينج مع بعض. زين انت الحين شفت صوت السترينج اعلى ولا صوت الجيتار اعلى. كيف تخفض وتسوي الليفل اللي هو الاوجست مالهم. تطلع اكزت تيجي عند اللي هني بان اند فوليوم. شوف عطاك رايت ون فوليوم رايت ون رايت ون. تقصر على مثلا صوت السترينج تخفضه تخلي مثلا 60 والجيتار 100. تم مثلا اسمع هنا. شوف صوت صوت الكمان انخفض. تبغي تعلي على الكمان وتقصر على الجيتار نفس الشيء. تخلي الكمان 100 وتقصر على الجيتار تخليه 50. زين لاحظ معي الحين الكمان هني انت اخترت مثلا افكت. زين هني في الكمان اخترت افكت مثلا. نرجع عند الافكت. انت اخترت هني حين الاكيولايزر هني في الافكت اللي هو رايت ون. زين انت تبغي تسوي ديلي. يعني مثلا انت اخترت هني الحين انت عايب انك مثلا ديستريشن هني مثلا. لو تلاحظ راحك معاك الديلي. انت هني تختار خدمة واحدة. كيف تسوي هذه الخدمة ديستريشن مع الديلي؟ انا بقول كيف. انت اخترت الحين هني في الافكت اللي هو ديستريشن تبغي تسوي صوت ديلي. شوف بدون ديلي تروح عند وين نفس الشيء. هني عندك تحت. زين لحظة كورس هني كورس ريفب. شوف فتح معك. زين حين انت هني شوف عندك في فئة الكورس في عندك ديلي. يعني الديلي عطينك اياه في خطوتين. الحين بسوي انا ديستريشن مع الديلي. تروح عند الكورس هني تختار اللي هو رايت ون اوريدي مختارينه. تي تحت هني عند التيمبو
شوف مختار انا ديلي مثلا تيمبو كروس 1 اوكي، لاحظ مو بشغال ليش؟ لان زيرو. تختار كذي تروح تعمل ديلي، شوف الحين شوف استوى عندك خدمة في الافكت هني ديستريشن اوكي، وعندك هني في الكورس اخترت الديلي. الحلو انه عاطينك الديلي في خدمتين مو بخدمة واحدة، لو كان خدمة واحدة بتضطر انك يا تختار ديلي يا ديستريشن، بس انت هني تقدر تختار ديستريشن مع الديلي معك. فلاحظ معي نمزج صوت الجيتار معاهم، كذلك عندك هني تحت الريفب. الريفب بعد هذا جميل جدا بروحه له. شوف الريفب، الريفب شو عندك؟ الليجاسي، اليوزر، نفس الطريقة تختار الافكتات اللي تباها وتطلع كلوز، وبعد بعد كلوز هني الصفحة الثانية اكزت او كلوز من هني، وترجع هني وتتحكم في ضبطية الادجست كم تبى. مثلا لارج، الحين اسمع لارج هال، اسمع حطيت الهال مثل الهال الروم زين، بختار مثلا هني بحط مثلا روم رقم 4، هذه افكت روم رقم 4 نشوفها كيف. بهاي الطريقة انت تمزج الاصوات وتضبط الاجست، وعلمتك الطريقة كيف تحط افكت مع الديلي. يعني ما تقولي والله هني الافكت راح هني الديلي بس هذا، لا تقدر تختار الديلي عندك الكورس والريفب وتختارهم، وبعد ما تسيف وتضبط الصوت صوتين مع بعض مثل ما قلت تسيف ميموري مع واحد مثلا، عقب تختار صوتين وتعمل لهم افكتات ميموري مع اثنين. وبهاي الطريقة طبعا عندك الافكتات جميلة جدا في الياماها، هاي كلها افكتات جميلة جدا. شوف الديستريشن كم صفحة، 7 صفحات، شوف شوف هاي كلها اشياء نفس الافكتات اللي يستخدمونها حق الجيتارات، بريتش ليد. اذا جيتني عند الميوزك، الميوزك شوف افكس، اسمع هاي كلها افكتات. بهاي الطريقة انت تعمل افكت واجست حق الصوت اللي انت تبغى تمزج صوتين وتسيفهم في الميموري. واذا تبغي تعمل باقة اصوات انا من قبل منزل فيديو كيف تعمل باقة اصوات الخاصة فيك انت. والى اللقاء مع ان شاء الله معلومة ثانية.